كتاب الله للأرواح نور، تنال به السعادة والسرور، إلى درب الهدى والخير يهدي، وللجنات يوصل من يسير. كتاب الله، كتاب الله للأرواح. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما وعدناكم في الأسبوع الماضي سنواصل الحديث حول القلب السليم الذي سلم كما قلنا من الشرك والحقد والضغينة والغل، مع الأستاذ الإمام فضيلة الشيخ عبد الرزاق أبو حنيفة. السلام عليكم ورحمة الله. نواصل الموضوع، لأننا الموضوع كنا يعني تكلمنا فيه قليل، والموضوع يعني عظيم وخطير في آن واحد، ولهذا نريد أن يعرف المشاهد الكريم ما معنى القلب السليم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال اللي طرحته أستاذنا الفاضل عبد الرزاق نجاوب عليه أولا بعد ما صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، ثانيا نجاوب عليه انطلاقا من قول الله تبارك وتعالى وهو يتحدث عن سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول ربي عز وجل على لسان إبراهيم: وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. سيدنا إبراهيم يقول إني مهاجر إلى ربي، هذه في سورة العنكبوت. وفي سورة الصافات وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. فسيدنا إبراهيم كان مسافر من الشام إلى الشام، ولكنه قال مهاجر إلى ربي. وهذه هي الحقيقة يا أستاذنا الكريم اللي لازم يعرفها كل واحد فينا، حقيقة العبد المؤمن الموحد فوق هذه الأرض أنه مهاجر إلى الله سبحانه وتعالى. احنا رانا مسافرين، احنا رانا في طريق العودة إلى الله. نعم. لذلك احنا لما يموت إنسان وش نقول؟ نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. نحن في طريق العودة، لكن الذهاب والهجرة والسفر إلى الله سبحانه وتعالى هذه المسافة إنما تقطع بالقلب. نعم. أنت سألتني في أول السؤال على مسألة القلب السليم. نعم. فعلى قدر سلامة قلب العبد على قدر وصوله بأمان إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. لذلك ابن القيم رحمه الله يقول كلام جميل جدا، يقول إنما يقطع العبد المسافة إلى الله سبحانه وتعالى، إنما يقطع العبد منازل السير إلى الله عز وجل. نعم. بقلبه وهمته لا ببدنه. يقول إنسان المسافة اللي يقطعها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. هذه المسافة مش يروح يمشي برجليه بالبدن تاعه، وإنما يقطعها بقلبه. فكل ما يكون القلب نتاع الإنسان سليم كل ما كان الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. الوصول إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، باش الإنسان تشمله الرحمة تاع ربي عز وجل لازم يكون القلب تاعه سليم. ولذلك يا أستاذ عبد الرزاق. نعم. النبي صلوا عليه صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وسلم، قال أفضل الناس مخموم القلب صدوق اللسان. نعم. سألوه الصحابة قالوا يا رسول الله صدوق اللسان عرفناها، فما مخموم القلب؟ نعم. قال الذي لا غل فيه ولا حقد ولا حسد. نعم. هذا هو أفضل الناس، يعني قلب طاهر، قلب طاهر، قلب طاهر، قلب سليم، قلب معافى من الأمراض. على بالك احنا ساعات ناصع البياض، ناصع البياض والطهارة من الصفاء، من هذه الأشياء. نعم. من الحقد، من الغل، من
ساعات احنا بعض الناس يغلطوا ويقول لك فلان عنده المرض الخبيث. ما هو المرض الخبيث؟ يقصد به السرطان، وهذا خطأ كبير. السرطان ابتلاء ليس مرض خطير، هو ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، يطهر به جسد عبده ويرفع به درجته، فإذا شاء الله أن يشفيه شفاه شاء الله ويثقل ميزانه، وإذا شاء الله عز وجل أن يقبضه يقبضه على أمر عظيم وهو الصبر على البلاء فيرفع درجته في الجنة. فالسرطان والأمراض هذه ما نقولوش خبيث. المرض الخبيث هو الحقد، المرض الخبيث هو الحسد، المرض الخبيث هو الغل البغضاء. تلقى إنسان القلب بتاعه معمر على إخوانه المؤمنين. شوف يا أستاذ عبد الرزاق، بعد ما صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، رب العالمين بعد ما ذكر المهاجرين في القرآن العظيم، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، أذكر بعدهم الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. بعدها ماذا قال ربنا؟ قال والذين جاءوا من بعدهم. جاءوا من بعدهم يشمل كل من جاء من بعد الصحابة، حتى أنا وأنت والمشاهدين الكرام حتى الوقت اللي رانا فيه. يقولون ربنا اغفر لنا، اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحانه. شوف هذه الآية، هذه الثلاث آيات وهذه الآية بالتحديد، كل واحد في قلبه ذرة غل للصحابة رضي الله عنهم الأنصار المهاجرين ترد عليه بهذه الآية المحكمة. آية محكمة في كتاب الله رب العالمين. سبحان الله، كلام الله. والذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. خوك اللي نتيجك ما يجوزيش أنا أستاذ عبد الرزاق نكرها كون ببغضك، فكيف ببغض الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين الطاهرين بارك الله فيك، والذين علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقودهم، هو الذي علمهم وهو الذي رباهم والذي زكاهم هو رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم، رباهم القرآن الكريم. نعم، محل الشاهد أستاذ عبد الرزاق بعد ما صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام هو سلامة القلب. سلام، لأن القلب إذا كان سكنه الغل والحقد والحسد راح يدمر العبادات. هذه الأعمال اللي يجيبها الإنسان، الصلاة والزكاة وكذا وكذا، هذه الأعمال قد يحبطها الله عز وجل بسبب الأمراض نتاع القلب. يروح الثواب نتاع العبادات بسبب ما يجده الإنسان في قلبه من غل لإخوانه ومن حقد ومن كذا ومن كذا. إذن يا أستاذ، وما سبب الشيخ، وما سبب هذه المشاكل التي تحدث حاليا في عصرنا الحالي من جرائم، من حاجات يعني يندى لها الجبين، إلا من مرض بسبب القلب، هذه الأمراض بسبب مرض القلب. يا أستاذ عبد الرزاق، لو الناس تطهر قلوبها لا يحسد أحد من أحسد، يعني الحسد الغل الإنسان الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى نبارك له. بارك الله فيك. شوف أستاذ عبد الرزاق، لما تقرأ القرآن الكريم تلقى أن الذين وصفهم الله في كتابه العزيز بأنهم مرضى القلوب هم الكفار والمنافقون. ربي قال الكفار في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ربي قال المنافقين وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض. أما المؤمن، الأصل في المؤمن أن القلب بتاعه سليم. الأصل في المؤمن أن القلب بتاعه طاهر. ما يحملش الحقد، ما يحملش الحسد. والمصيبة أنك تلقى واحد يحقد عليك وأنت ما عندك حتى علاقة به، تلقاه يبغضك وأنت ما عندك حتى علاقة به. لماذا؟ لأن النفس تاعه والعياذ بالله نفس مريضة. مريضة، نعم. ولذلك يا أستاذ عبد الرزاق، الرسول صلى الله عليه وسلم كان من أدعيته هذا الدعاء العظيم. كان يقول اللهم اقبل توبتي واغسل حوبتي. الحوب هو الإثم العظيم. ربي لما تكلم على أكل أموال اليتامى قال ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول يا ربي اقبل توبتي
واغسل حوبتي وأجب دعوتي وسدد لساني واهد قلبي واسلل سخيمة صدري. سخيمة صدري. سخيمة صدري. هل الرسول عليه الصلاة والسلام الصدر تاعه كانت فيه سخائم؟ سخيمة صدر العلماء قالوا هي غله وغشه وحقده وحسده. هل قلب الرسول صلى الله عليه وسلم كان فيه غل وحسد؟ بالعكس، حشاه حشاه عليه الصلاة والسلام. ولذلك رب العالمين أكرمه بمعجزة شق الصدر. نعم. وقد شق صدره على الراجح من أقوال أهل العلم 3 مرات، مرة عندما كان صغيرا، ومرة وقبل البعثة، وليلة الإسراء والمعراج. فجاءه ملكان وأضجعاه وشق صدره وأخرج قلبه وأدخلاه في طست من الجنة فيه ماء زمزم وغسلوا له القلب تاعه، وقال أحدهما للآخر وقال الذي غسله: هذا حظ الشيطان منك. الشيطان ما عندوش حظ في قلب الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، صلى الله عليه وسلم. احنا القلوب تاعنا معرضة لنزغات الشيطان. نعم. لذلك احنا لازمنا نستغفر ربي بزاف، لازمنا نستغفر الله عز وجل الواحد، ونتعوذ من لمزاته ومن غمزات الشيطان ومن همزات الشيطان ومن ومن شرور النفس. ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. نعم. فهذا الدعاء اللي دعا به الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: اللهم اسلل سخيمة صدري، هذا تربية لنا نحن. وش من فايدة لما الإنسان يدخل الجامع يصلي هو يكره خالته، يدخل الجامع يصلي هو حاقد على هذا وحاقد على هذا. نعم. يدخل الجامع يصلي وتلقاه مثلا ملتزم، حاسد واحد والله حاسد. نعم. هذا مشي معناها مشي معناها يترك الصلاة باش يولي يحب الناس. احنا ماذا بينا إنسان يكون يعني مسلم متوازن، متوازن. نعم. يجيب العبادات ويطهر القلب تاعه من هذه الأمراض الخبيثة. هذه هي الأمراض. نعم. اللي لازم نسموها أمراض خبيثة، بكل الصفات الجميلة الرائعة اللي يحبها الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. يبدو أن الوقت دهمنا شيخ. إذا أردت نواصل يعني في هذا الموضوع، إذا كان فيه يعني إن شاء الله أشياء أخرى في الأسبوع القادم. وبهذا أعزائي المشاهدين نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم وتواصل الحق. نستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ودمتم في رعاية الله، ومتابعة طيبة لبرامج الوطنية. شكرا. كتاب الله للأرواح نور، تنال به السعادة والسرور، إلى درب الهدى والخير يهدي، وللجنات يوصل من يسير. كتاب الله، كتاب الله.